على إثر معلومات واردة إلى أفراد الكاتبة الإقليمية الدرك الوطني ببرج ملايين مجموعة بومرداس، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الرحلات السرية عبر البحر تنشط عبر الإقليم. من أجل وضع حد لهذه الشبكة الإجرامية تم وضع خطة محكمة من خلال تنشيط وتفعيل عنصر الاستعلام، واستغلالا لمعلومات مستقاة من التحقيقات السابقة وبالتنسيق مع الجهات القضائية، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني ببرج ملايين من شل وإحباط رحلتين سريتين عبر شواطئ بلدية رأس جنات كانت تتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه شواطئ أوروبا، كما مكنت العملية من حجز قاربين ومحرك بقوة 150 حصان بحري، مبلغ مالي معتبر من عائدات إجرامية، كما تم توقيف 13 مشتبه فيه ينشطون ضمن الشبكة، ومن بينهم 4 منظمين مدبرين رئيسيين ودليلين و7 منظمين للرحلات فرعيين مهامهم جمع الأموال من الراغبين في الهجرة السرية مع تحديد مواعيد وأماكن الانطلاق، فيما يبقى المدبر الرئيسي متواجد في دولة إسبانيا في حال فرار. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيق.